احكي لي شو هسه انت منو؟ معقولة اخويا بسبب سؤال بسيط موتوني من الكتل وشاديني خوتو كان سألتوني وانا جاوبكم رأسا قبل ما تسألون هم اجاوبكم. اخي انا اسمي كايا سنان كايا وانا اشتغل سائق تاكسي يا اخويا. غرد يلا وين تشتغل سائق تاكسي؟ اخي انا اشتغل سائق بمكتب تاكسي الامان. يعني انا اذا تريد اجاوبك حتى على الاسئله اللي ما تريد تسالها انت، مثلا انا متزوج عندي ولد واحد اسمه اوس يبوس ايدك ان شاء الله وكح كلش وجحش، واني من برج العقرب، اكلتي المفضله سمك ورقمي المفضل 12. تريد غير شيء هم اخويا؟ لا تستحي اسال. لك انا شو اسوي ببرجك واكلتك المفضله ورقمك المفضل؟ طلع السويتش والاجازه مال التاكسي. سويتش السيارة؟ اي بسيطة، بلا زحمة عليك اخويا، طلع من جيب اليمنى، اقصد اليسرى بالسترة، السويتش والاجازة تلقاه هنا. تاكسي وينه؟ تاكسي؟ تاكسي وقع بالمي، زين المي وين؟ البقرة شربته، طيب البقرة وين؟ البقرة نزمت على الجبل، زين الجبل وين؟ العفو اخويا التاكسي هناك ظل يم المحل. شو نسوي لهسه استاذ يوسف؟ هسه راح نسوي فخ الجبار. اي ماشي نسوي، انا موافق. غلفوا هذا زين. ودزوك قبل يم جبار. اي ماشي غلفوني ودزوني هم موافق. تقولوا للجبار احنا ما نمشي ورا الشخص اللي يخوننا. اي تمام اخواني ايش نقول له صار. وبعدين قدام جبار اضربوا هذا طلقه براسه وتعالوا. اي تمام اضربوه. شنو يا معود شو ضربوا من عندي؟ ليش؟ لا اخوي انا عندي حساسيه من الطلقات والله. اسكت لك هنا جبار عبالاني اللي متت وراح يفك عني يا اخي. انت شو راسك استاذ يوسف؟ انا اروح المكتب الامان واشتغل سايق تاكسي بمكان هذا، لان هذا اذا اختفى ما راح يكون بصالحنا، ما نريد نفوت بغير دروب ونحصل على غير مشاكل. اخوي تمام فدوى اروح لك. اخوي يوسف هسه مو مشكله، انا وياك نتبادل، بس انا ما اريد اصير يوسف حبيبي انت. اوكي تروح صير سنان، بس انا جمال تقتلوني؟ لا فدوى اروح لكم يا معود، حبوني فدوى اروح لكم. لا تقتلني لا ترميني بطلقاتك يا أخويا.